مثل شي ورد دبلاني ناطرتك أنا وعم دور حب تاني حتى شوف الهنا مثل شي ورد دبلاني ناطرتك أنا وعم دور حب تاني حتى شوف الهنا وين راحت لبعيد صار بدي حب جديد شوفك بوجه وخبي حزني بعيوني أنا وين راحت لبعيد صار بدي حب جديد شوفك بوجه وخبي حزني بعيوني أنا انت شو عم تحكي؟ شو اللي صار بيناتنا؟ اللي صار بيننا اشياء كتيرة. اسمعي، هذا كله حكي فاضي. مبارح انا ما شفتك ابدا، ولو صاير شي بيناتنا اكيد كنت تذكرته، وهلأ بدي اياكي تنسيلي هالحكي الفاضي كله. صباح الخير ستي. اهلين سومان، تعي عادي جنبي. أنا كتير مبسوطة لأنك إجيتي من الصبح لعندي على الغرفة لتشوفيني، ويومي رح يكون كتير حلو لأني شفتك أول وحدة. ليكي ستي، إذا رح تضلي تمدحيني بهالطريقة بأكد لك إنه هيك رح صير مغرورة كتير. شو هالحكي؟ أنت دائماً بتعرفي شو اللي عم فكر فيه، ما؟ تفضلي، هاي شاي بدون سكر مثل ما بتحبي. ما أحلاكي، بتعرفيني قديش بحب الشاي. بنتي سومان، وين رانفير؟ بيكون فاق ولا لسه؟ مو معقول يكون بعده نايم واليوم حفلته؟ ما بعرف يا ستي، أنا لساتني اليوم ما شفته أبداً. إيه معناها روحي وشوفي يلا فوراً. إيه؟ إذا كان لساته ما فاق فيقي. ستي، أنا؟ شو هالحكي طبعاً؟ أكيد أنت بكرة بعد الزواج رح تكوني الشخص الوحيد اللي رح يفيقه. ماشي ستي، انت اشربي الشاي وانا رح روح وشوف. طلع على وشك. عم امزح شبك. شو هذا اللي عم تساوي سونال؟ ماشي ماشي استرخي، طول بالك شوي. شو اللي عم تعمليه بغرفتي؟ هالمكان حلو، أنا فقت بكير كتير وإجيت، ومثل ما أنك شايف مو قدرانة أعمل يوغا اليوم، لهيك فكرت بيني وبينك غير جو. ولما كنت مارقة من قدام غرفتك حبيت إجي صبح عليك شو يعني، بس لما إجيت شفتك نايم مثل طفل صغير، لهيك ما حبيت فيقك وإزعجك بالمرة، وغفيت وأنا ناطرتك تفيق، ولهيك فكرت أعمل معك مسحة بس ما زبطت معي. سونالي أنت بتعرفي شو اللي رانفير؟ أنا سومان. رانفير؟ بشو عم تفكر؟ أنا لازم أتخبى بسرعة يلا. استني، أنت ما لازم تروحي لأي مكان. شو هذا الحكي اللي أنت عم تحكيه؟ أنا قلت لك لا تروحي لمكان. أنت عم تفكر تخبرها لسومان؟ إيه. قصدي شو يعني إذا كنتي بنت؟ انتي بتضلي رفيقتي وسومان بتكون خطيبتي، هي لازم توثق فيني لو شو ما صار. لا تخافي. لك انت جنيت يعني؟ رانفير اسمعني، رانفير ليش بدك تخرب عرسك؟ انا بعرف قديه البنت بتكون بتغار على خطيبة من البنات يلي حواليه. خلص خليني اتخبى، بترجاك فهمني. انتي اللي فهميني، رح تشوفي قديش سومان عنده ثقة كبيرة فيني، صدقيني. رانفير استنى. صباح الخير. صباح النور.
سونالي تخبت مع اني قلت لها ما تتخبى. هلا اذا سومان شافتها اكيد رح تتضايق. ليش سونالي عملت هيك؟ مبين انك متلبك. لا ابدا. فوتي. أنا بعرف. شو؟ بعرف إنك مزعوج من اللي صار مبارح. مزبوط حكي؟ حتى أنا كتير فكرت ويمكن في شي واحد بس صار، إنه ما في تفسير تاني. رامفير يلي صار هو ما كان في حدا بده يقتلني ابدا. لو كان قصده يقتلني كان قدر يقتلني بلحظتها، لانه كان عنده فرصه انه يقتلني، بس هو ما عمل هالشي. هو كان دافعه انه يخوفني، بس انا ما عاد خفت. هذا الحكي كتير بيشجعني. لا تخافي ابدا وانت معي. شي اكيد. تعرف رامفير، الحق علي، أنا كنت شجع هالشخص بدون ما أحس على أنه هو يخوفني دائما، بس هلأ ما رح أعمل هالشي، لأنه هلأ ما عاد رح خاف أبدا. هاي سومان اللي بعرفها. هلأ بدك تجهز حالك بسرعة مشان تحضر الحفلة، ماشي رامفير؟ الحفلة؟ أنو حفلة؟ فكرت إنه اليوم في شي تاني. الحق معك ما تعرف، لأنك عشت بدلهي فترة كتير طويلة، مشان هيك أنت ما بتعرف شي عن ثقافتنا هون. هذا الحفل هو معروف باسم حفل تيلبان، عنا هون مثل مارواري. حلو، معنات هذا الحكي إنه اليوم أنا وياكي بدنا نحط الكركم لبعضنا، صح ولا لا؟ مو صح، لأنه ما فينا نشوف الناس وهنن عم يحطوا لنا الكركم. لا تقوليها هيك، مو حلوة. مبلا. وهلأ ما تسأل أسئلة كتير، جهز حالك بسرعة وشرب الشاي. بشوفك. يلا لا تتأخر. العمى شو هاد؟ لو ضلت هون خمس دقايق كنت دخت وقعت بأرضي. أنا ما قلت لك لا تتخبي؟ ليش تصرفتي من عندك ورحتي تخبيتي؟ هلا أنا اضطريت إني كذب على سومان وكله بسببك. أنت بتعرف إني أنقذت علاقتكم وقاعد عم تعيط علي بدل ما تجي تشكرني؟ معه حق يلي قال، بعمرك ما تساعد حدا. اسمعيني، لا تعملي حالك عملتي إنجاز هلا، أصلاً لو بتتمني لي الخير فعلاً كنتي ما عملتي هذا الشيء من الأساس. مفهوم؟ وهلا تفضلي لبرا. يا حلو. سلام. أختي كالواتي، قليلي كل شي تمام بينك وبين سندورة، طمنينا. لأنه هلا انت صرتي جزء من هاي العيله وما بدي اياكم تتخانقوا مع بعض. وللصراحه سوهاسني خبرتني انه سندو
أنا أول مرة بخجل أقول فيها إنه أنت رفيقتي. أنا بخجل من هاي الصداقة. أنا ما بيشرفني تكوني رفيقتي. وطي صوتك، وبيكون أحسن إذا بتحكي معي بكل أدب. ما تنسي إنك قاعدة ببيتي ومعي كلواتي. أنا إذا بدي هلأ فيني طالعي أنتي وبناتك بلمح البصر من هالبيت وبكل بساطة، إذا ما رح تتعلمي تحكي معي بأدب. فهمتي؟ أنتي سندورة كنتوا عم تتناقشوا بغرفتها بخصوص شغلة أنا ما بعرفها. بصراحة يلي صار إنه كنا عم نتناقش ما صار شي بيناتنا، كنا عم نتناقش بس.